اوكي يا جماعة، انا نزلت فيديو من اول والفيديو ما كان مرتب، فهاي المرة راح اعيد الفيديو واحكي لكم كيف تسووا ديزاين لديب نتورك عشان تعملوا ماشين ليرنينج بدون اي كودينج. اول شيء ندخل ديب نتورك ديزاينر، هو مفروض احط كابيتال لتر زي هيك ديب نتورك ديزاينر، بعدين بعمل انتر. هلأ هو عم يعمل اكسكيوشن وراح تطلع لي ويندو، راح يطلع لي زي ويندو زي جرافيكال يوزر انترفيس. اوكي هون عم نكتب كود صح؟ لا، هو راح يطلع لي جرافيكال يوزر انترفيس، انا راح اختار يعني راح استخدم هاي النت هاي ديب نتورك ديزاينر انترفيس عشان اسوي بلوك كودينج، اللي هو زي اللي بتسوي دراج اند دروب، يعني بتعملوا كودينج بس بدون كودينج. فاهمين علي؟ اوكي خلنا نشوف. وبالفيديو الثاني انا حكيت الماتلاب مش closed source، الماتلاب is closed source. هاي المشكلة، it's not open source. هاي المشكلة انه because it's not open source. بس anyways it gives us a lot of applications and stuff to use. اوكي هلأ حتطلع لنا الستارت بيج. الستارت بيج حيكون فيها pre-trained networks، وفي عنا blank network نقدر نعملها من الصفر، وعنا هون البلوكس. وهذه from workspace، إذا بدكم أنتوا تعدلوا على واحدة أنتوا already عندكم إياها، بدكم تعدلوا عليها بتحطوا لها هون import وبتعدلوا عليها. أنا ما بعرف أسوي blank network وما عندي network، فرح أسوي رح أستعمل pre-trained network موجودة already بالماتلاب. أوكي حعمل show more، وهنا يعني مثلا هذه network model for image classification مكتوب pre-trained، وهي بتاخد ال input size 227 × 227 × 3، I think ضرب 3 معناها 3 dimension. أنا مثلا بدي أستخدم مثلا يعني مثلا هدول هاي اللي عليهم exclamation mark، هاي أنا ما نزلتهم من قبل، يعني بتحتاج add on. أنا مثلا نزلت هاي من قبل فأنا ما بقدر أنزلها هلأ. خلنا نشوف رزنت 18 أنا استعملتها من قبل. هلأ لو أنتوا بدكم واحدة ما فيها هاي فيها ال exclamation mark بس بتعملوا install عادي، تعملوا لها انستول وبتنزل على اللابتوب وبتصير تعمل اوبن عادي جدا. انا هلا سويت لها انستول وراح اعمل افتح هذه، بعدين راح افرجيكم كيف الحياه سهله كتير. الانبوت سايز تبع الريزنت 224. اوكي هلا هون على هاي هي النتورك. طيب حتلاحظوا انه هي كتير طويلة، اشي كتير طويل يعني ماشي. فاحنا we don't care about everything، احنا نعمل ignore لكل اشي وبنعمل zoom in على الاخير وبنشوف ال classification. حتلاحظوا ان ال output size 1000، وهاي احنا we don't want this، هاي لانها it's a pre-trained network. لازم تكونوا عارفين إن هي it's a pre-trained network على images that classifies 1000 images. okay إحنا ما بدنا هاي، إحنا بدنا بدناش 1000. وهاي حتلاحظوا كمان fully connected layers فيها 1000 output size. إحنا حنسوي control x حنشيلها ونروح عند fully connected layer هون على إيدنا اليسار، نعمل drag and drop. حنلاحظ هذه ما فيها 1000. هون بنقدر احنا نختار شو الاوتبوت سايز اللي احنا بدنا اياه. انا ما بدي 10، انا بدي اوتبوت سايز 2، بدي 2 to classify 2 things. طيب 2 classes، والكلاسيفاير هذا الاخير الكلاسيفيكيشن برضو لاني ما بقدر اغير الاوتبوت سايز راح اعملها كنترول اكس وراح ادور على الكلاسيفاير. وينها؟
هي مفروض تكون في اللاست لاير في الاوتبوت سايد بالاوتبوت لاير. هاي هالاوتبوت. بنروح على الكلاسيفيكيشن لاير. اوكي ايزي بيزي. و the nice thing about this is just automatic. هنا output size is automatic. نعمل بعدين export. وهيك صارت عندي النتورك جاهزة وبقدر أبدأ أستخدمها. بس لازم أجهز ال input تبعتي تكون images of size 224. ويفضل إنه تستخدموا image tiff.tiff مش JPEG، لأنه الدكتور حكالي دكتوري حكالي إنه ال JPEG it's a compressed مش عارفة it's compressed إشي زي هيك. أنا ما فهمت عليه، حتى سألته do you mean that it loses resolution I don't know. هو حكالي إنه استخدم التيف، فأنا رح استخدم التيف. رح أعمل import data. بتقدروا تعملوا لها import من ال data store من عند ال workspace، بس إحنا هلأ بدنا كل إشي manual عشان كل شيء يكون واضح. راح اعمل import image data من وين؟ من الفولدر. فهنا راح يقولنا انه لازم نعمل select a folder with subfolders of images for each class. اوكي، فاحنا بدنا فولدر جواته فولدرات of each class. يعني مثلا انا راح اعمل فولدر اسميه مثلا data store، وجوا الفايل داتا ستور راح اعمل 2 سب فولدرز. اوكي، هعمل فولدر مثلا كلاس 1، راح اعمل كلاس 2. كلاس 2، وبعدين لازم احط images جواهم، لانه لا هذه the input has to be images of the size that. اوكي، انا مش عارفه الايمجز تاعوني. So انا I'm just gonna select data store folder. راح اختار هنا ال validation. هنا بنختار ال percentage for validating data. راح نختار 20% randomized، وراح اعملها split from training data. بس انتم ممكن تستخدموا folder، ممكن تختاروا folder و sub بيكون folder with subfolder of images for each class. بس انا ما بدي، انا راح اعمل split from data واختار 20% randomized import. بس اصبروا علي يا جماعة. انا اسفة طولت عليكم. I'm just generating the data وبفهمكم الكود كيف الدكتور علمني او كتب لي اياه وعلمني كيف الكود كيف I can generate this data. فرجيكم كيف. هذا الكود اللي الدكتور كتب لي اياه او سوى لي اياه. What it does انه it creates images in the TIFF format اللي حكيت لكم عليه، and it saves them in a folder inside the data store. على اساس انه لما اجي احط الفولدر داتا ستور حيكون فياته سب فولدرز، وجوا هاي السب فولدرز في ايمجز، وحيكون في فوق الالف ايمج لكل كلاس. ف it's very infeasible to do it manually. I tried to write my own code بس my code was very not feasible. فالدكتور كتب لي اياها بطريقه كتير حلوه وبشرح لكم اياها بفيديو تاني. بس هلأ إحنا بدنا نركز على الكودينج اللي بيكون مانيولي، اللي رح نحط كل شيء حيكون مانيول. حنعمل فولدر، حنعمل سب فولدرز، وحنحط فيهم pictures in the TIFF format، ورح أسوي import. بس يجهز الفولدر
وراح نسوي كل راح نسوي ترين. التالت ستيب راح تكون الترينينج. على فكرة أنا بدي أفرجيكم. أوكي هنا إحنا في الإمبورت دايالوج إحنا still using this. أول ما أسوي إمبورت بروح عند الترينينج. إحنا خلصنا الديزاينر بقى عنا الداتا بعدين عنا الترينينج ستيب. طيب اعمل براوز راح اختار الفولدر اللي جواته السب فولدرز. هدول هم السب فولدرز وهدول راح يكونوا التو كلاسز اللي راح اعملهم كلاسيفاي. فراح اختار الداتا ستور فولدر سيلكت فولدر. سو اخترنا ال 20% امبورت. import data خلاص صار عندي import data. خلصنا ال data part. هلا ايش بنسوي؟ we just wait, we wait for a few seconds. حيبدأ يطلع لنا اشياء في عند ال data section. اوكي so هنا منشوف ايش ال number of observations و ال sf اللي عنا, اللي هنا عنا class 1 وهنا عنا class 2. وهدول they're black images I guess because they're dot tiff. All classes عنا SF 7 و 12 خلص. هلا احنا رح نختار only احنا بس رح يكون عنا 24,000 even though we have here 12. Anyways, okay, هلا خلصنا الداتا بارت. هلا بنروح على التريننج وبنعمل ترين. وفي عندنا هون التريننج اوبشنز, يعني ممكن نغير التريننج اوبشنز. هلا guys it's gonna take forever, it's gonna take forever. ف I'm just gonna pause لانه رح يقعد للابد. ما بعرف ليش لابتوبي معفن. So رح أعمل pause and رح أرجع لكم لما يصير إشي, لأنه مفروض يطلع لي GUI والGraphical User Interface مفروض يكون فياته زي 2 graphs, وهاي الاثنين graphs رح تفرجيني رح تفرجيني كيف الموضوع عم يمشي. يعني is it going good, is it going bad, it's supposed to start to converge to هاي يعني to a good يعني to a good accuracy. اوكي okay. لسه ما بدأنا في الماشين ليرنينج. Anyways, إنه مفروض إنه يطلع لكم two graphs وتشوفوا هيك كيف, يعني بالأول حتكون الأكيرسي مش كويسة, بعدين حتصير تطلع هيك تطلع بعدين حتصير تعمل converge لمثلا 100 أو 90 أو هيك. عن جد this is I'm just gonna cry هلأ. خلينا نجرب الـ CPU. أنا هلأ مستخدمة single GPU للـ hardware resource. خلينا ندخل على الـ training options. حنختار هاي ايش, هاي هاردوير ريسورس. خلص يا جماعة انا هيك خلص دوري.
لأني مش قادرة ألاقي وين بقدر أغير الـ option. هيو أنا رح أختار CPU. يا الله حتى اللابتوب سخن يا جماعة. Oh my God. رح أعمل ترين مرة تانية وبرجع لكم. هاي فور تريننج. مبروك مبروك مبروك، غيرنا للسي بي يو زي ما فرجيتكم. رحت على الاوبشنز وايش حطيت نسيت حتى، يا الله. غيرت هيك وحده كانت محطوط اوتو وغيرتها لسي بي يو. هلا بيطلع لنا هيك زي 2 جراف، وعندنا iteration 1 out of 5. كم ايش هذا الرقم هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليش زيروز؟ ليش زيرو سكندز؟ ليش الوقت ما عم يتحرك؟ لا تحكولي إنه عم بيعلق. يا الله. المهم هنا رح هون بيبين لنا هون هون رح يطلع لنا 3 لاينز. واحد حيكون التريننج سموث، هون كمان عندنا تريننج سموث، وهون تريننج، وهون فاليديشن. اوكي طبعا بدي كمان ساعة ساعتين لنخلص ايتريشن 1، فأنا ما بعرف رح أسوي بوز لأنه يا جماعة أنا جربت أسوي الماشين ليرنينج من قبل وسويتها بعدد كتير صغير من البيكتشرز، طيب وزبطت معي، زبطت وعادي، وكان يطلع لي حتى 100%. يعني أنتو ممكن تاخدوا أي إكزامبل بسيط وتجربوا عليه. كان لازم أجرب لكم على الإكزامبل البسيط. كان عندي هيك يمكن ست إيمجز، ستة ولا هيك، يعني عدد كتير صغير، يمكن تمانية توتال مع كل الكلاسز، تمانية توتال. وسويت الماشين ليرنينج وكان يطلع لي هيك أشياء بالجراف، وكان كتير سريع، كان ياخد يعني 5 دقايق، دقيقتين هيك، 5 دقايق توتال. ماشين ليرنينج نفسه التايم إلابسد بياخد هيك دقيقتين ونص. اوكي بتمنى تكونوا استفدتوا، لانه اظن هيك الفيديو حيكون خلص، والستبس اللي فرجيتكم اياها بتمنى تجربوها، وسوولي لايك وسبسكرايب. طبعا الالابس تايم 10 دقايق، وخلصنا ايتريشن 4 من بعرفش ايش هذا الرقم، هذا 5 5 6 10. طيب معلش نستنى، احنا هلأ 1 من 30، بس نوصل 2 بصور لكم. نشوف الموضوع صار كتير حلو، مع انه احنا لساتنا بإي بوتش 1، بس في كتير يعني كتير تغيرات عم بتصير، فأنا سعيدة، وإن شاء الله بنخلص بنوصل للخمس 5610. إحنا حاليا ب33 ومرت نص ساعة، فيمكن بكرة بيخلص، أنا ما بعرف. أنا ما بعرف إذا رح يعني بإنه أفرجيكم كيف تطلع الأكيوراسي، إنه هنا
بيطلع لنا الاكيوريسي وكيف وبيطلع لنا نقدر نعمل الكونفيوجن ماتريكس ونقدر نعمل فيجوالايز للريزلتس. بس شكله رح يطول كتير، فبسوي فيديو تاني مع ايمجز اقل من هيك، ولانه عن جد شوفوا نص ساعه واحنا لساتنا في الاول في 34. يعني حاخد، يعني اذا if at this rate رح اخد 5600 دقيقة عشان نخلص. ف I'm pretty sure هذا وقت كتير طويل. ف I'm just gonna upload the video as is، واسألوني بالكومنتس اي سؤال بدكم. وممكن على فكرة اشرح لكم الكود in another video، الكود كيف نسوي نفس اللي سويناه بالضبط بس with the code، يعني كيف to choose the folder اللي هو data store اللي جواته ال subfolders اللي هم ال classes وكل هاي الأشياء. وهون ال execution environment هون حطينا GPU، بس أنا الظاهر ما عندي فرح استخدم CPU. وكل هاي الأشياء بفيديو تاني إن شاء الله. وأي سؤال عندكم بليز اسألوني، يعني أنا كمان بستفيد مو بس أنتو.